مرحبا. في كثير بنسأل عن موضوع الليزر، انه مثلا بنت او شاب مثلا عمره 15 او عمرها 15 سنة 16، وانه هل بقدر اسوي ليزر بهذا الوقت؟ هسه الموضوع بتعلق انه الليزر هو ضوء، لذلك بس حابين نحكي في عنا كثير من الحالات الجلدية اللي بتكون عند الاطفال، وبحتاجوا انه هذا الشعر الزائد، بكون عندهم مرض جلدي معين بكون في شعر زائد وهم اطفال، فبنشال الشعر بالليزر. لذلك الليزر هو امن جدا حتى للعمر تحت 18 سنة، بخلاف كثير من الاجراءات الجلدية والتجميلية اللي احنا ما بنقدر نسويها الا بعد عمر 18، لكن الليزر بنقدر نسويه باي وقت عند الحاجة لهذا الموضوع، خاصة اذا كانوا يعانوا من التهاب بصيلات الشعر او نمو الشعر الزائد المؤذي بالمجتمع، ممكن انه يكون لهم ويؤذيهم، فلذلك احنا بنشيله عادي ما في مشكله.